مرحبا، يعطيكم العافية. معكم الدكتور طلال النحلاوي، أستاذ مساعد في قسم مداوات الأسنان. محاضرتنا اليوم حتكون عبارة عن اعتبارات تجميلية في مداوات الأسنان الترميمية Aesthetic Considerations in Restorative Dentistry. كلاتنا بنعرف قديش في أهمية للابتسامة ولجمالية الابتسامة، وكل ما كانت الابتسامة متناسقة كل ما كانت عطت جمالية ولفت انتباه بشكل جيد، لأنه من أكثر الأمور اللفت انتباه في وجه الإنسان هو ابتسامته بشكل كتير كبير وأساسي. طبعا في أمور قبل ما نحكي بمعايير التجميلية للأسنان بالخاصة، في أمور لازم نرجع ننتبه لها، اللي هي المعايير التجمالية الوجهية. في شغلات ما نقدر نغير فيها لأنه هي طبعا يعني إلا بعمليات تجميل كبيرة أو أساسية، لكن في أمور لازم نتعرف لها شو هي الاعتبارات التجميلية الأساسية اللي لازم تتوافر في الوجه بشكل عام. طبعا الوجه يقسم إلى ثلاثة أسلاس، من بابة الشعر إلى الذقن. الثلث الأول هو من الذقن للفم، الثلث الثاني من الفم للحواجب، حاجبين، الثلث الثالث الحاجبين لمنبت الشعر، هذا بشكل أساسي. طبعا بالنسبة للقوانين الأتلات مثل ما قلنا، بنرجع لأنه موضوع الأنف، الأنف غالبا كطول يساوي ثلث طول الوجه بشكل كامل. بالنسبة لعرضه بيكون ثلث عرض الوجه، لكن من العين للعين، من وحش العين لوحش العين. الفم بيكون عرض ثلث عرض الوجه، لكن من الأذن للأذن. إذن الأنف هو ثلث عرض الوجه من العين للعين، وحش العين وحش العين. الفم هو ثلث عرض الوجه من الأذن إلى الأذن. طبعا هي ما فينا نتداخل عليها، هذه المعايير العلاقة بالوجه. طبعا في أمور تانية اللي هي البروفايل الوجه، عندنا عدة أنواع من البروفايل الوجه. قد يكون عندي بروفايل مسطح، قد يكون عندي بروفايل محدب، أو قد يكون عندي بروفايل مقعر، وذلك في حالات بروز الفك السفلي. طول الأنف يساوي 70% من عرضه، المسافة الأفقية بتكون من 18 زائد ناقص 2 ميلي. هاي فيما يتعلق بالمعايير الوجهية بالنسبة بشكل عام للأنف والوجه. الشفة كتير هام، وخاصة فيما يتعلق بالشفة العلوية. لازم نعرف أنه الشفة العلوية طولها بيتراوح غالبا ما بين 20 إلى 22 ميلي، وذلك عند الذكور البالغين، و 22 عفوا عند الإناث البالغات، و 22 إلى 24 ميلي عند الذكور. طبعا تكون أطول عند الشفة. وكمان لازم تنتبهوا لنقطة أنه الشفة العلوية تميل إلى أنه تطول مع مرور العمر. هي حقيقة هي بتطول والأسنان بتنسحل، عشان هيك مع مرور العمر ما بتعود تظهر الأسنان بشكل كافي. بشكل طبيعي الحواف اللثوية تظهر عند الابتسامة حوالي 2 ميلي للأسنان العلوية. إذا ظهر أكثر من هيك صراحة بيكون عندنا ابتسامة لثوية. هون لازم نعرف السبب اللي أدى لهذا الابتسامة ونعالجه، سواء كان قصر في الشفة، سواء كان بروز في الأسنان. حنحكي على هالموضوع كمان لاحقا. بالنسبة لطول الشفة يقاس من أسفل الأنف إلى الانفلترم بنسميها، أو أكثر منطقة منخفضة من الشفة العلوية في وضعية الاسترخاء، مثل ما قلنا من 20 إلى 22 ميلي عند الإناث، ومن 22 إلى 24 عند الذكور. فمثلا إذا كان عندي ضحكة لثوية أكثر من 2 ميلي من إيس الشفة، إذا كانت المشكلة بالشفة فبيكون الشفة قصيرة مثلا 18 ميلي، فساعتها بكون هون العلاج من خلال حقن البوتوكس. ممكن الإجراء حقن للبوتوكس أو الفيلرز بحيث أنه تطول الشفة شوي، وبالتالي نتغلب على الابتسامة التجميلية إذا كان المشكلة بعرض الشفة، أما بطول الشفة. أما إذا فرضا كان عندنا ابتسامة لثوية وكان في عندنا شفة بطول 22 ميلي مثلا، وفي عندنا ابتسامة لثوية، هون ممكن نلجأ لحلول مثل قطع اللثة أو حلول أخرى. في عندي جزء ثاني كمان بيساهم بموضوع الابتسامة اللثوية، اللي هو حركية الشفة العلوية. حركية الشفة العلوية الأفرج تبع الحركية لازم يكون تراوح بين 6 إلى 8 ميلي. يعني نحن يقاس طول الشفة في وضعية الاسترخاء مثل ما قلنا من أسفل الأنف إلى أكثر منطقة انخفاضا في الشفة العلوية في وضعية الاسترخاء، وتقاس أيضا نفس المسافة عند الابتسام بشكل كبير. الفرق ما بين المسافات يجب أن لا يكون أكثر من 6 إلى 8 ميلي، وهي تعبر عن حركية الشفة. فمثلا ممكن يكون واحد طول شفته 22 ميلي، حلو، على الابتسامة صارت 10 ميلي. هون معناها عندنا فرط عضلية زائدة في الشفة العلوية، وهون بيكون علاج من خلال الاختصاصيين الأمراض النسوية الحول السنية أو الجراحين من خلال إجراء بعض العمليات الجراحية من أجل تخفيف حركية الشفة وبالتالي منع
هذه الابتسامة اللثوية. جزء آخر أيضا بالناحية نواحي الجمالية اللوجية اللي هو السيمتري، لازم يكون عندي أنا انسجام ما بين الأسنان الفك العلوي اليمين وأسنان الفك العلوي اليسار من خلال خط يصل ما بيناتهم، وهذا الخط الواصل أيضا يجب أن يكون متوافق مع الأسنان المتوسط للأسنان السفلية، وأيضا متوافق مع الخط المنصف للوجه. فإذا إذا كان عندي ميلان بالخط العلوي بيكون غير متوافق مع الفك السفلي، هذا أيضا بيأثر على الناحية الجمالية. الحد او السطح الاطباقي، الحد القاطع بنسميه الانسايزل بلان، مستوى القاطعي الاسنان بيكون من الناب الى الناب، بيكون على شكل قوس، وهذا غالبا غالبا اذا احنا عملنا التوازي بيكون متوازي مع الخط الوهمي المار ما بين بأي العينين. هذا فيما يتعلق في الناحية الجمالية. وأيضا مثل ما أنه هو على شكل قوس، وهذا القوس الانسايزر بلان يجب أن يكون متوافق مع الأوكلوزال بلان، يعني ما بنيجي نحن الخط المنحنى عند الناب بعدين بينعكس بشكل معكوس عند الأسنان الخلفية. مثال على ذلك إذا تم قلع أسنان سفلية ولم يتم التعويض عنها، مثلا قلع ضحك ثاني سفلي، تطاول الضواحك العلوية، فبالتالي بيصير عندي أنا منحنى أوكلوزال معكوس، فبالتالي بيأثر هذا على الناحية الجمالية. وهو ما قلنا بسمى البوستيريور اوكلوزال بلين، اللي هو يجب ان يكون متوافق مع انسايزال بلين. في عندنا شيء اخر ايضا يدعى بالباكال كوريدورز. الباكال كوريدورز وهي المسافه الموجوده ما بين سطوح الدهليزي للاسنان الخلفيه وما بين الخد. بشكل طبيعي يجب ان تملا هذه المسافه بالاسنان. هاي المسافه يجب ان تملا بالاسنان بشكل كافي وكامل. احيانا شكل القوس السني وانضغاطه بالجهة الخلفية حيؤدي انه تظهر بعض الباكل كوريدورز او المسافات السوداء، فيظن للوهلة الاولى ان الاسنان مقلوعة في الاسنان الخلفية. لذلك لما نحط اورال ريهابيليتيشن لازم ندرس انه عند ابتسامة المريض يجب ان تكون المنطقة ملأة بالاسنان. خلينا ناخذ مثال على الحالة السريرية هي اللي راجعتني. هي كانت المريضة جاية عم تعمل معالجة مشان تركب جسر في المنطقة العلوية اليسار، بنلاحظ بالمنطقة العلوية اليمين انه هون حاطه فينير ومحاوله تسمك كثير لانه عندها الباكل كوريدورز عريضه وستيل لسه عندها مناطق، فلذلك هي بدها تحاول تعوض عن هالمنطقه لحتى تلغي هالمناطق السوداء وتحاول تبرز الاسنان من الجهه السفليه اليمين من شان تقدر تحصل على ناحيه جماليه. عندنا مشكله اخرى ايضا هي عباره عن عدم انسجام الخط المتوسط العلوي مع الخط المتوسط السفلي، مثل ما انتم شايفين في فرق كبير. بهالحالات هي طبعا احنا بننصح المريض بالتقويم، لكن في بعض المرضى ما بيكون وقتهم بيسمح، عمرهم ما بيسمح، ما بدهم يفوتوا بموضوع التقويم، فالوقت والتكلفة في ذلك بحاجة لحلول سريعة. ممكن كانت الحلول هون من خلال وجوه تجميلية. الوجه التجميلي بهيك حالة نحن بنعمل تحضير، والتحضير بيكون من الأنسي أكثر من الوحشي. يعني بهالحالة بنحضر بشكل زائد من هالمنطقة، وهون ما بنحضر فبنعرض السن قدر الامكان، ممكن نخصب نصف الى 1 ملي، هون ما بنحضر بشكل زائد، هون بنحضر بشكل زائد، وهكذا. فبنعمل عمليه انزياح للاسنان مثل ما لكم شايفين. هي منظر جانبي لنفس الاسنان، هي التحضير. مثل ما قلت لكم من الناحيه الانسيه تم التحضير بشكل اكثر للاسنان اللي هي بحاجه انه اماله الخط المتوسط اللي عندها، ومن جهه هي لم يتم التحضير، وهكذا حتى نقل الاسنان، وطبعا اجراء التعويض المؤقت وتجربه الفينيرات. طبعا ما صار عندي انطباق الا لما اقترب اكثر. هون لاحظين كيف تم ملء الاسنان بالباكل كوريدورز من اجل تخفيف الناحيه السلبيه الجماليه اللي كانت سابقا، ونقارن الحاله قبل وبعد. كثير ضروري ملء الباكل كوريدورز بالاسنان وخاصه عند وضع خطط تجميليه او اورال ريهابيليتيشن للمرضى. كمان في نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها، هي علاقة الشفة السفلية مع حدود قاطع الأسنان العلوية. بالفول سمايل أو الابتسامة الكاملة بتكون في عندي توافق ما بين الحدود القاطعة للأسنان العلوية مع الحدود العلوية للشفة السفلية بشكل منسجم. ممكن أحيانا يكون في بعض فراغ بسيط أيضا يكون جميل، 1 ل 2 ملي، لا يمنع بحيث يعطي ناحية جمالية. الشفة العلوية في حالة الابتسامة الكاملة بتكون متوافقة مع الحدود اللثوية للأسنان العلوية، ومثل ما قلت لكم سابقا مسموح يكون عندنا ظهور للثة لحدود 2 ملي، أكثر من 2 ملي يكون عندنا ابتسامة لثوية. وكمان فيما يتعلق بالحدود اللثوية للأسنان بالخاصة على الأسنان العلوية، لازم نعرف إذا مرينا خط من الحدود اللثوية على الثنايا بيمر بشكل أفقي، بنلاحظ إنه بيكون غالبا الحدود اللثوية للأنياب العلوية بنفس المستوى
مستوى للحدود اللثويه للثنايا، وبتكون الرباعيات منخفضه بشكل 1 إلى 1.5 ملي تقريبا مثل ما انكم شايفين. فاذا هون الحدود اللثويه للناب متوافقه مع الحدود اللثويه للثنايا، وبتكون الرباعيات منخفضه بحدود 1 إلى 1.5 ملي مغطاه باللثه. لذلك اذا كان عندي على نفس المستوى هون ممكن نفكر بموضوع او شرائح لثويه لنغطي هالمكان، او ممكن قطع اللثه على الثنايا والرباعيات اذا كان الانياب، اذا كان طول عرض السن غير محقق للناحيه الذهبيه اللي حنحكيه باخر هالمحاضره. ايضا في عندنا شيء اسمه ليب اسيمتري او عدم التوافق الشفوي، يعني بمعنى ثاني بتكون الشفه منخفضه قليلا من جهه ومرتفعه من جهه، فبالتالي تظهر الاسنان في جهه اللي بتكون الشفه فيها اقصر من جهه اخرى تظهر على انها اطول. هلا هي نقطه كثير مهمه بدي انتبه لها قبل ما بلش المريض باي عمليه اعاده تاهيل فموي. فاذا كان عنده عدم انسجام او ليب اسيمتري بالاسنان ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى، بدي انتبه هون انه بالتعويض النهائي، لانه بجوز المريض يفكر انه يقول لي دكتور ليك عملت لي جسر بالمنطقه الاماميه وطلعت الاسنان بالمنطقه اللي بالاسنان اليمين اطول من الاسنان اليسار، هو مع انه بيكونوا نفس الطول لكن ما له منتبه المريض لموضوع الاسيمتري. فبالتالي اذا انا منتبه لموضوع الاسيمتري ممكن احيانا اني اقصر الاسنان قليلا في الجهه اللي فيها قصر في الشفه العلويه مقابل مع الاسنان، وبالتالي بقدر اعطي الانسجام الجمالي المقبول نوعا ما. طبعا علاقة الحدود القاطع الأسنان العلوية هامة جدا، بنرجع بنراجعها بشكل أساسي، غالبا تكون في الابتسامة الكاملة متوافقة مع الحدود العلوية للشفة السفلية. بالابتسامة الكاملة أيضا لازم يكون عندي الأوكلوزال أو الإنسايزال بلين متوافق ومنسجم مع الأوكلوزال بلين بدون وجود منحنى معكوس مثل ما حكيت سابقا. في وضعية الاسترخاء أو عندما المريض بيقول إما وبوضعية الاسترخاء غالبا تظهر بالحدود القاطعة للأسنان العلوية 3 إلى 4 ملي عند الإناث، وبتكون أقل من ذلك عند الذكور بين 1 إلى 2 ملي. أيضا مع عمر زيادة عمر بعد عمر 40 بتتناقص هذه المسافة ملي كل 10 سنوات. طبعا هذا بيعود الى سحل الاسنان. المريض لما بيقول حرف الاي فهون غالبا بتكون الاسنان العلويه تشغل 50% من الفراغ والاسنان السفليه تشغل 50% من الفراغ. اذا ظهرت انه بعض الاسنان تشغل اكثر من هذه الفراغ نعلم انه بحاجه تقصير في هذه الاسنان، اذا كانت تشغل اقل فممكن نعمل تعديل ونعمل عمليه اطاله لهذه الاسنان. لذلك بدنا ننتبه لهالموضوع بشكل اساسي. ايضا حرف الاف او اف غالبا بتكون الحدود الخارجيه للشفه السفليه متوافقه مع النواحي القاطعه او لسانيا قريبه للاسنان العلويه، هي كمان من النقاط الهامه. اذا بدنا نجي على موضوع الفيشل كونتور للاسنان الاماميه، بدنا ننتبه انه عندنا انحناءين، انحناء لثوي وانحناء قاطع. الانحناء اللثوي هذا غالبا بيكون اتجاه جزر، وغالبا لما نحكي موضوع المداواه اللبيه بده يكون اتجاه يدنا متوافق مع اتجاه المنطقه اللثويه من اجل فتح الحجره اللبيه، لانه احيانا بشكل خاطئ بنوجه ايدنا بهذا الشكل ونؤدي لانتقابات. هذا فيما يتعلق بالمداواه اللبيه، نحن اليوم مو موضوعنا مداواه لبيه، مداواه ترميميه. لازم ننتبه انه لما نعمل الناحيه الجماليه للسطوح الدهليزيه انه نعطيها هالفيشل كونتور هذا اللي بيكون متوافق عند المنطقه اللثويه عند المنطقه القاطعه بشكل اساسي. في عندي نقطة كتير مهمة وهي علاقة الأسنان السفلية مع الناحية اللسانية والأسنان العلوية. لما ما تكون صحيحة ممكن تساهم بشيء ما يدعى باللسب أو بنسميه الصوت بالعامية نقول اللغتة، أو ما بيطلع حرف الإس ما بيطلع بشكل جيد، يطلع شكل حرف إش. هذا الموضوع أو اللسب كيف ما هي أسبابها؟ هي ضعف المسافة اللي ما بتخلي اللسان يكون متحرك. صراحة عندنا شكلين من أشكال اللسب، لما بيكون عنده عضة عميقة وبالتالي حدود قاطع الاسنان السفليه قريبه من منطقه السنجلوم للاسنان العلويه، مع ظهور الليسب فهون بيكون حلها من خلال تقعير وازاله قليله من السنجلوم عند الميناء من اجل خلق مسافه اكثر للسان مشان انه نتغلب على موضوع الليسب. اما اذا كانت علاقه حد لحد حدود القاطع على الاسنان العلويه مع حدود قاطع الاسنان السفليه ورغم ذلك لدينا ما يدعى بالليسب، فهون نتغلب عليها من خلال تعديل طول الاسنان في حدود القاطعه وطول الاسنان في الفك العلوي. ننتبه لمنطقة التماس، دائما تشكل نقطة التماس ما بين الثنايا 50% من طول الثنايا، التماس ما بين الثنايا والرباعية 40%، ما بين الرباعية والناب 30%. طبعا هذا بيقابله بزيادة بالإمبريشرز، فالإمبريشرز الجينجيفال انسايزر إمبريشرز بتكون صغيرة
كل ما تجرب نحتها خلفية بتزداد كبرا، وبالعكس بيكون بالنسبة للأسنان منطقة اللثوية. في عندي لومباردي، العالم لومباردي بال 1973 عمل سكيل للأسنان وقال أن شكل الأسنان الأمامية تؤثر بشكل كبير جدا على الـ الـ على على الناحية الجمالية والشخصية بشكل أساسي، وربطها الثنايا مرتبطة بالعمر. فإذا كان عندنا ثنايا مسحولة ومستقيمة الحد القاطع مثل ما أنكم شايفين، هذا دليل على المرضى المتقدمين بالعمر، لما يكون عندي حدود قاطعة طويلة، ومثل ما حكينا هلأ قبل شوي أنه بعد عمر 40 كل 10 سنوات تنقص 1 ملي نتيجة الانسحال، لما بتكون فيها الماميلونز واضحة والحدود المينائية واضحة، فهذا بيدل على المريض الصغير في السن. أما فيما يتعلق بالرباعيات فهي تدل على الجنس، فالرباعيات ذات الحواف المدورة غالبا هي تكون تابعة للفيميلز، بينما الرباعيات ذات الزوايا الواضحة هي بتكون إلى الميلز. والأنياب تدل على الشخصية، فالأنياب ذات السطح الدهليزي البارز الأكثر تحدبا بتدل على الشخصية الناعمة، بينما الأكثر تسطحا بتكون عبارة عن الشخصية القاسية والقوية. لذلك احنا بدنا ندرس مريضنا، وخاصة لما نكون عم نعمل له وجوه تجميلية أو نواحي تجميلية، ندرس الحالة بشكل جيد بحيث أنه نقدر نحن نعطي الناحية المتوافقة مع شخصية المريض ومع عمره ومع جنسه. آخر شيء بدي أحكيه اليوم بالمحاضرة، اليوم محاضرتنا ما لها طويلة، هي عبارة عن علاقة السن إلى سن أو توس تو توس بروبورشن، وهي نقطة كتير هامة، وخاصة لما نحكي هلا ليش أنا بحكي إنه لاحقا بدنا نجي نحكي بموضوع الفينيرات والنواحي، الفينيرات المباشرة والفينيرات غير المباشرة، فكتير مهم رسم الابتسامة مثل ما حكينا حتى نقدر نعرف بشكل صحيح إنه نحن عم نقدر نعطي المواصفات صحيحة. فتوس تو توس بروبورشن، إذا بدي أطلع أنا على الأسنان، إذا افترضت الرباعية سين، فبيكون العرض الثاني هو 1.6 سين، والجزء الظاهر من الناب يعني عم بقول عنه من المنطقة الأكثر تحدبا من المنطقة الدهليزية والأنسية هو 0.6 سين. هذا كتير ضروري لحتى نقدر نعرف الأبعاد ما بيناتهم. والسن بحد ذاته لازم نعرف أنه طول إلى عرض السن أو عرض إلى طول السن يشكل 75 ل 80%. فلذلك مثل ما حكينا أنه نحن ما حكيت لكم لما تكون علاقة في العلاقة اللثوية يجب أن تكون متوافقة مع الأنياب، إذا كانت الرباعيات على نفس السوية بدنا نشوف هون، أو بدنا نغطي الرباعيات بشرائح لثوية لحتى نخلي الحدود اللثوية تبع الرباعيات منخفضة عن الثنايا والأنياب، او بدنا نقص اللثه على ثنايا الانياب نخليهم اكثر ارتفاعا. هون بيحدد طول الى عرض السن، فاذا كان الثنايا والرباعيه طول الى عرض السن 1:1 فبتكون عمليه قطع اللثه مستطبه، لانها حتضرب مثل ما بيقولوا عصفورين بحجر، وتخلي العلاقه الحفافيه للرباعيه منخفضه عن الثنيه والناب، وبنفس الوقت بنصلح العلاقه الاسنان توس تو توس ريشيو بحيث انها تكون 75 الى 80%. هيك انا بكون خلصت لكم الاعتبارات التجميليه العلاقه بدوات الاسنان الترميميه، بتمنى تكون الفكره واضحه ونقدر نراجعهم بشكل جيد ونتعرف عليهم بشكل اساسي فيما يتعلق بالمعايير الجماليه للوجه، فيما يتعلق بالمعايير الجمالية الخاصة بالشفة، وإمتى ممكن الداخل على الشفة عند يكون عندنا ضحكة لثوية، طول الشفة، حركية الشفة، البكال كوريدورز، وكل هالأمور، الإنسايزال أوكلوزال بلان والبوستيريور أوكلوزال بلان وتوافقيتهم مع بعض، وأيضا الريبوز بوزيشن وكم لازم يظهر من الأسنان بالفك العلوي عند الذكور وعند الإناث، وقديش تنخفض مع مرور الوقت، وأيضا لومباردي سكيل وعلاقة الثنايا بالعمر وعلاقة الرباعيات بالجنس وعلاقة الأنياب بالشخصية، وانتهاء علاقة الأسنان إلى بعضها ونقاط التماس والإمبريشر وكل ما يتعلق بنسبة طول إلى عرض السن، وهذا أيضا كيف ممكن نستفيد منه فيما يتعلق بقطع اللثة، وأيضا ممكن نستفيد منه لاحقا فيما يتعلق أيضا في موضوع إغلاق مسافات ما بين الأسنان نحكي عليها لاحقا. هيك بكون خلصت لكم أنا المحاضرة السابعة إن شاء الله، بتمنى تكون وصلت الفكرة، وإن شاء الله نشوفكم على خير، يعطيكم العافية.